يا متر. ازيك يا استاذ كمال؟ اهلا اهلا. يا ترى ناويه تنفذي العمليه امتى؟ يعني شوف انت عايزين تموتوه امتى؟ الليله يكون احسن. لا 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 لا، الليله ازاي؟ مش ممكن ابدا. انا لسه مخلصه الورديه بتاعتي، لو رجعت المستشفى تاني هيشكوا فيا، خصوصا يعني انا بدي الحاج الحقن الصبحيه. يعني بكره الصبح هنسمع خبر كويس؟ انتوا فلوسكوا جاهزه؟ انا هسيب لك شنطه تحت الترابيزه فيها بقيه المبلغ اللي احنا اتفقنا عليه. طب تستنى بقى لما عدها. يا رايا زهر، هنا قدام الناس. على العموم احنا معاملتنا كويسه، تصبح على خير. يا ريس على فين ماشي كده وسايب الشنطه بتاعتك؟ شنطه ايه؟ وبعدين انت مين؟ حقك تعرف برضه انا مين. اتفضل. افرض انت عايز مني ايه؟ انت مش عارف انك مقبوض عليك؟ بتهمه ايه؟ بتهمه التحريض على الاكل. اكل؟ انا كنت مديها ميعاد غرامي. لا لا لا، هو فعلا كان عايز نقتل الفرج. تقلقش، معاك الاستاذ فوزي العدوي الشمشرجي المحامي اخصائي نقد واستئناف وامور مستعجله. بقول لك ايه يا استاذ، ما تحاولش، احنا مسجلين لك كل حاجه صوت وصوره. اما الفكره الترابيزه الفاضيه دي احنا كنا سايبينها لك ليه؟ عشان سيادتك تقعد عليها ونصورك ونسجل لك كل الكلام اللي بتقوله. واكبر دليل على كلامي. اتفضل. ايه الاخبار يا فوزي؟ مفيش حاجه كده في الجرايد؟ تصوري ولا جريده نزلت الخبر لحد دلوقتي؟ يعني ايه تفتكر لسه ما عرفوش؟ ما عرفوش ازاي؟ هم دول بيخفى عليهم حاجه؟ هم ما كتبوش ليه يا فوزي؟ ما كتبوش ليه بقى؟ يبقى اكيد النيابه هي اللي منعت النشر. طب ايه السبب؟ السبب يا فوزي، السبب اهو، السبب ده بقى هو مربط الفرس. يعني ايه؟ نقبنا طلع على شنا؟ ده احنا عاملين الحكايه دي كلها عشان الحاج يعرف اني انقذت حياته وضحيت بمليون جنيه. ايوه طبعا، وكان لازم يديك هديه تستاهل. طب احنا هنوصل الموضوع ده بقى للحاج ازاي؟ وصول الموضوع للحاج بقى ده سيبيه عليا انا، وطالما فوزي العدوي الشماشرجي حط مناخيره في موضوع يبقى لازم ينتهي كما ينبغي. صباح الخير. صباح الفل والياسمين. بسم الله. ألف هنا وشفا يا حاج. زهرة، افتحي درج الكومودينو اللي هناك ده، هتلاقي علبة قطيفة هتيئة. من عيني. حاضر. هي دي يا حاج؟ اتفضل. افتحيها. الله، عجبتك؟ طبعا، دي تحفة يا حاج. دي انت جايبها بقى للست حليمة ولا الست فهيمة؟ لا لا لا، فهيمة ايه وحليمة ايه، ما يليقش عليهم الحاجات دي. انا جايبها لك انت يا زهر. جايبها لي انا يا حاج؟ بمناسبة ايه؟ دي اقل مكافأة تستحقيها. ربنا يخليك، بس مكافأة عن ايه يعني؟ انت اصلك الحقيقة عملتي عمل عظيم قوي يا ست زهرة. عملت ايه يا استاذ منتصر؟ لا لا لا، انت انقذتي حياه الحاج فرج ابو اليسر. طب وانت عرفت منين بقى؟ انت ما تعرفيش بقى ان انا عندي مخابرات. انا مش عارفه يا حاج مين الناس اللي عايزه تموتك دي، وليه بس عايزه تموتك؟ لا دي حكايه كبيره قوي، ابقى اقولها لك بعدين. المهم عايز اقول لك ان انت كنت كبيره في نظري، دلوقتي بقى كبرتي اكتر. انا عناية ليك يا حاج، بس معلش ما تزعلش مني، انا الهديه دي مش هقدر اقبلها خالص. طب ليه؟ صدقني يا حاج، انا كده هحس ان انا ما عملتش حاجه. انا اذنك لما تعوزني ابقى اضرب لي الجرس. استني يا زهر. افندم يا حاج.
كده بقى هتزعليني منك. خدي بقى من ايدي ما تكسفينيش. حاضر يا حاج، انا هاخدها بس عشان خاطرك. انا اذنكم. بذمتك شفت الناس بالاخلاق دي؟ قوليلي اخبار الحب ايه؟ قصدك ماجد؟ قصدي الحاج. ده راجل فاكر ان اي واحده يقدر يشتريها بفلوسه. مع اني اقولك حاجه، طيب قوي ودمه خفيف. والنبي انت عبيطه. وهي اي واحده تحب تبقى عبيطه يا هبله انت؟ يا زهره الدنيا فرص. كلامك رعيني وراسي، لكن اعمل ايه بقى في بختي؟ مش قادره يا نوال، بحب ماجد قوي. يعني اتفقتوا؟ يا بنتي من غير ما نتفق عينينا بتتكلم، مع ان هو بقاله كام يوم ما جاش المستشفى. بقولك ايه، تيجي نكمل رغي كده ونجيب سندوتشات فول وطعميه. فول ولا طعميه؟ واحد فول واحد طعميه. اوعى يكون نسي يحط لك طرش. لا جايبه اهو. قولي لي بقى، ما بتتكلموش في الموبايل ليه؟ بس ما اعرفش ان انا جبت موبايل، عشان كده بضرب عليه ما بيردش عليا. طب ما الحاج ومنتصر عارفين نمرتك، اكيد ادوها له. لا ما هو ما بيجيش المستشفى، هيشوفهم فين؟ مين قال لك؟ ده جه بعد ما انت خلصتي ورديتك. ماجد؟ ايوه ماجد، حتى انا سلمت عليه. وما سالكيش عليا؟ لا ما سالنيش عليكي، تلاقيه بقى اتشغل بحد تاني. يعني ايه اتشغل بحد تاني؟ انت يا نوال شفتي معاه حد؟ بصراحه لا، انا ما شفتش معاه حد. امال انت تقصدي مين بالكلام ده؟ اي حد من اللي بيركبوا معاه الطياره. لا 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 لا، ما افتكرش. ماجد مش من النوع ده خالص. خلاص براحتك، ما تفتكريش. انا مش قادره افهمك يا نوال، انت ليه بتحاولي تفرقي بيني وبينه؟ يا زهره يا حبيبتي، انت صاحبتي وانا عايزه مصلحتك، مش عايزاكي تعيشي في اوهام وتضيعي الفرصه الحلوه من ايديك. انا فرصتي الوحيده ماجد، ما بحبش حد غير ماجد، مش هتجوز حد في الدنيا غير ماجد، حتى لو جبتولي راجل معاك نص الدنيا كلها. ما شاء الله، بقيت عال قوي يا حاج. انت دلوقتي ممكن تخرج في اي وقت. اخرج اروح فين يا دكتور؟ تسيب المستشفى خلاص، مبقاش فيه لازمه ان انت تستنى هنا. لا لا لا، ده فيه لازمه قوي، انا حاسس ان لازم استنى شويه. صدقني يا حاج، انت بقيت زي الحديد، ما فيكش حاجه. امر غريب يا دكتور، حديد ايه زرنيخ ايه؟ وانت هتعرف اللي انا حاسس بيه اكتر مني. طب حاسس بايه يا حاج؟ حاسس ان قلب بعيد نار بعيد عنك. قول كده بقى. على العموم انا هكتب لك على حقن مناسبه تبقى تاخدها في البيت عندك، هتبقى زي الفل. بس على شرط زهره اللي تديني الحقنه.